هاي بعد الاستقلال تناوب على رئاسة الجمهورية اللبنانية 12 رئيس كلهم من الطائفة المارونية وهن بشرى الخوري، كميل شمعون، اللواء فؤاد شهاب، شارل حلو، سليمان فرنجية، لياس سركيس، بشير الجميل، أمين الجميل، روني معوض، لياس الهراوي، العماد إميل لحود والعماد ميشيل سليمان. أقصر ولايات رئاسية كانوا للرؤساء بشير الجميل يلي حكم لشهر واحد بس قبل استشهاده، والرئيس روني معوض يلي استشهد بعد حوالي الأسبوعين على انتخابه. أما الرؤساء بشرى الخوري، لياس الهراوي وأمين لحود فامتدت ولاية كل واحد منهم لتسع سنين. بعد الاستقلال دخل لبنان بالفراغ أربع مرات، المرة الأولى لمدة أربعة أيام بعد انتهاء ولاية الرئيس بشرى الخوري سنة 1952، المرة الثانية سنة 1988 بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل لمدة سنتين، والمرة الثالثة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود سنة 2002 لمدة سبعة أشهر، والمرة الرابعة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان بأيار الماضي. مين قال لازم يتم انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن لأنه الفراغ بيعطل عمل الدولة والمؤسسات؟ أنا قال شوفكم بكرة.